الخير جميعا. في معنا هلا سمعنا اكثر من 70 زائر اوريدي على هذا الويبينار. بحب ارحب فيكم بالويبينار الثالث لومضة. المره الماضيه كان معنا ماهر قدوره وكان في يعني نقاش كثير حلو. اليوم في معنا السيد فادي غندور. فادي هو طبعا المؤسس والمدير التنفيذي لشركه ارمكس، احدى يعني اكثر الشركات الرائده، بس بنفس الوقت فادي رائد كمان باشياء ثانيه، يعني موضوع المسؤوليه الاجتماعيه، موضوع الاستدامه، موضوع كيف الشركات علاقتها بالمجتمع. فادي من الناس اللي بيحكوا كثير عن هذا الموضوع. الويبينار هذا عماله بيحصل في فتره احنا عم نشوف التاريخ عم بتكون قدامنا في المنطقه العربيه، يعني رياح التغيير اللي جاي على المنطقه واللي اوريدي شفناها في اكثر من دوله عربيه. لسه طبعا ما بنعرف احنا شو نتيجه هذه الثورات وشو نتيجه هذه التغييرات، بس في شغله واحده اكيد معروفه، انه الشعب العربي والمنطقه العربيه ما راح ترجع ابدا زي ما كانت قبل 25 يناير. اكيد الاقتصاد والاعمال لهم علاقه في هذه التغييرات كمان، وهذا اللي بدنا نركز عليه اليوم. يعني فادي بدنا نساله عن 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 توقعاته، عن افكاره، انه كيف بده يتغير عالم الاعمال، عالم الرياده والانتربرينورشيب في هذا الجو العربي الجديد اللي 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 اعمالهم الشباب خاصه عم بيمسكوا فيه زمام الامور اكثر واكثر. فطبعا احنا عم ناخذ اسئله على تويتر، بنحب طبعا انه معظم الاسئله تيجي من عندكم. احنا في عنا بعض الاسئله هون جاهزه، رح ضل نراقب السوشيال ستريم اللي على يو ستريم، ورح ننتقل طوالي على الموضوع. انا فادي اوشي، صباح الخير. صباح النور. عندي انت اليوم الصبح عملت شيرنج لارتكل من فوربس، اوكي، من تبع الميرا بالضبط، صديقتنا من تركيا. بالضبط بالضبط. كثير اثار اهتمامي هذا الموضوع. احنا طبعا هلا كلنا متحمسين على ثوره الشباب والاخرين، تمام. بس بالمقال هذا بحكي لك انه اوكي، الشباب ازاحوا الحكومات، نعم. تمام، في بعض الدول العربيه، نعم. اوكي، ولكن الجدار اللي ممكن يصطدموا فيه لسه في جدار اخر، اللي هو، نعم، موضوع الدوله الريعيه، اوكي، اللي هو انه العالم العربي فيه نفط، النفط هذا بنستخرجه، هاي بدهاش كثير شغله ابداع، حتى بيستخرجوا لنا بجوز شركات اجنبيه، نعم. اوكي، العالم العربي ما بينتج شيء، ما بيصدر شيء، وكانه، نعم، هلا الجدار الثاني اللي رح نصطدم فيه بعد موضوع الحكومات والبيروقراطيه والى اخره، يعني كانه الجدار الثاني ممكن يصطدموا فيه الشباب، اللي هو جدار الدوله الريعيه، وكيف بده يتغير الاقتصاد مع، نعم، مع بقاء هذا النموذج الاقتصادي. يعني أسئلة مهمة جدا أحمد. القضية الأساسية اللي لازم نفكر فيها اليوم نحن أن ننتقل من الأمنيات إلى الأعمال، إلى النشاط على الأرض، دور كل فرد في المجتمع، مش بس بالاعتراض والمطالبة بالتغيير، وحتى بعد ما يكون في من ناتج واضح للتغيير مثل ما شفنا بمصر. الأهم من ذلك ماذا نفعل بعد هذا التغيير. فإذا بدك، أنا تركيزي هو على دور القطاع الخاص، دور ريادي الأعمال في هذا التغيير وفي العمل. فبدنا ننتقل من التفكير التقليدي بأنه دور المؤسسات ودور القطاع الخاص هو دور في بناء مؤسساتهم والتفكير فقط في الربحية، إلى التفكير جديا في المردود الاجتماعي. فيعني القطاع الخاص في مجتمع بائس يائس هو قطاع خاص يائس وبائس، ولن يتمكن من البقاء والاستدامة على المدى الطويل. فالمهم اللي بدنا نتحدث فيه اليوم في الويبينار إذا هو الخطوات العملية التي يجب أن نقوم بها نحن في القطاع الخاص والأفراد القادرين والمتمكنين وأصحاب رؤوس الأموال في العمل على التغيير لتمكين الشباب، حتى يتمكن الشباب أن ينطلقوا من ساحات التحرير إذا أردنا أن نسميها إلى ساحات العمل والإنتاج، حتى يكون عندنا مجتمع منتج. لأنه أخيراً أي دولة، أي وطن، أي أمة ما فيها مجتمع منتج مبدع ويعتمد على دولة ريعية، ويظن أنه الدولة والحكومة
بريعها وعطائها هو الإنتاجية فعندنا مشكلة. هاي تبدأ طبعا في دور للقطاع الخاص وفي دور للقطاع العام. مثلا قضية التعليم، قضية التعليم، فريادة الأعمال إذا بدك أحمد هي قضية مهارة تدرس. لا نحن بيقولوا لي دائما أطلع عليكم على الكاميرا، فراح أطلع عليكم على الكاميرا. قضية التعليم هي في أساس تمكين الشباب. الشباب يتمكنوا أن يعرفوا قدراتهم من خلال دورنا نحن في القطاع الخاص وفي القطاع العام، بإعطائهم الفرصة التي تبدأ أساسا في العلم والتعليم وبناء مهاراتهم حتى لما يطلعوا على سوق العمل يقولوا أنا قادر أكون منتج، يقدر يشتغل بشركة، يقدر يكون ريادي أعمال، يقدر يكون مبدع، يسوي اللي بده إياه. طموحه يجب أن يكون بلا حدود. تمام. برأيك على موضوع، خلينا نقول على موضوع الإبداع والإبداع في مجال الأعمال، خلينا نقول النظام العربي القائم اللي هلأ بلش يتغير، أوكي، كيف كان بيعطل موضوع الإبداع في الاقتصاد العربي؟ يعني شوف انت، نحن عم ندخل في الوضع العربي القائم يقول ان القطاع الخاص، مع انه في هجمة على القطاع الخاص وعلى رجال الاعمال اليوم، انا بظن وجود رجال الاعمال داخل الحكومات لا يعني اشراك القطاع الخاص في اي شيء. انا بهمني القطاع الخاص ان يبقى في القطاع الخاص، والقطاع العام يبقى في القطاع العام، واذا دخل شخص من رجال الاعمال الى القطاع العام هذا لا يعني اشراك القطاع الخاص في القرار. فإذا كان هناك إيمان جذري ومؤسسي في إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لتمكين المجتمع، وعندما تمكن المجتمع فأنت تمكن الشباب، فإذا نحن عم نغير المنظور من الدولة الريعية وأنه مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي مسؤولية فقط موجودة عند القطاع العام، والقطاع الخاص أصلا هو مش همه الموضوع وتفكيره هو في الربح فقط، فإذا أنت كن عندك مجتمع في انفصام في الشخصية، لأنه القطاع الخاص أصلا هو يمكن أكبر منتج للوظائف اليوم. القطاع الخاص نحن لا نتكلم، عندما نتكلم على القطاع الخاص على فكرة أحمد، على أنه القطاع الخاص هو المؤسسات الكبرى، مش عم نتكلم على أرامكس ولا المؤسسة ولا إعمار ولا الشركات الكبيرة في العالم العربي، نحن عم نتكلم عن المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم التي هي المنتجة الكبرى إذا بدك للوظائف. عم نتكلم على رجال الأعمال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال صغار الحجم اللي بيوظفوا 5 أشخاص ل10 أشخاص، هدول هم عماد أي اقتصاد وطني. فنحن ما بدنا ننسى الموضوع، ما بدنا نفكر في إنشاء وزارات للمشاريع الكبرى، بدنا نفكر في إنشاء وزارات بالتشارك مع القطاع الخاص لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أمورهم وأعمالهم. مثلا بدنا نتحدث على رأس المال، حتى الواحد يسجل شركة قديش بده رأس مال، كل ما قل كل ما كان أحسن. كيفية الخروج من هذه الشركة، إذا في شخص أسس شركة وفلس هذه الشركة بده يطلع، بده يتمكن من الخروج من غير ما أنه يدخل إلى السجن. بدنا نتحدث على قضية البنية التحتية، الانترنت، الباندويث، على قوانين الاستثمار وتشجيع المستثمر الأجنبي وتشجيع الصناديق المخاطرة. هاي كلها قضايا تتعلق جذريا في القطاع الخاص وفي القطاع العام. ما بده القطاع الخاص دائما يقعد على كرسي ويتذمر انه والله الحكومة ما عملت هيك وما عملت هيك. تفضل انت كقطاع خاص عندك قوة هائلة، وهلأ اليوم هو آن الأوان للقطاع الخاص أن يرفع صوته ويطالب بالتغيير هو نفسه ويشارك في هذا التغيير، وإلا فهو مهمش وما له حق يحكي بعدين. واحدة من المشاكل طبعا اللي بنواجهها احنا يعني كناس بنشتغل في العالم العربي، موضوع اللي هو الانفصال بين هذه الدول العربية. نعم. موضوع الحدود.
اوكي عم نشوف انه عم نشوف وحده الشعب العربي عم نشوف وحده الشعب العربي في 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 المشاعر لما نشوف بعض على التلفزيون لاخره. بنفس الوقت يعني مثلا شخص معين بده ياخذ مثلا فيزا لمثلا احدى الدول الخليجيه ممكن انه يعني يواجه صعوبات ومعوقات. هل انت متفائل في العصر العربي الجديد اللي هو انه يكون في انفتاح اكثر بين الدول العربيه بحيث انه الشباب العربي او الشركات العربيه تصير يعني تخرج خارج نطاق الاسواق التقليديه الصغيره تبعتها وتصير تشتغل مع يعني مع بعض ويصير في تعاون طبعاً عربي اكبر؟ طبعا قضيه هامه جدا انه الحكومات العربيه وهي شغله كنت دائما انا اخطئ فيها جامعة الدول العربيه صابها شلل سياسي وفقدت قدرتها على العطاء الاقتصادي. فإذا أنت بالشلل السياسي فشل الاقتصاد، فالعالم العربي عليه أن يفتح أسواقه كاملة. فنحن ننجح بالتنافس. فليش السعودية بده يسكر على السلع الأردنية أو السلع الأردنية بتسكر أسواقها على سلع من سوريا أو سلع من لبنان؟ المؤسسات العربية الناجحة هي المؤسسات القادرة على التنافس. فإذا السلعة الغير عربية تدخل أسواقنا وتدخل أسواقنا من خلال الإنترنت اليوم، حتى الجغرافيا لم يعد لها أي قيمة، فعلينا أن فتح أسواقنا كاملا لأن هي نقوم بخدمة وطنية، لأن المؤسسات الوطنية التي تتنافس فهي تنتج سلعة في جودة عالية وتمكنها من المنافسة ليس محليا وليس إقليميا بل عالميا. فإذا كنا بدنا نقول يعني معلش خليني أحكي شوي عن أرامكس، إذا أرامكس قادر تنافس الشركات العالمية في عقر دارنا، فإذا أي مؤسسة أخرى قادرة على ذلك؟ أرامكس ما عندها أي سحر، فهي معظمهم شباب عرب، معظمهم شباب من المنطقة العربية وقادرين على التنافس، ونحن لا نخاف من التنافس في مؤسسة كأرامكس. فليس هناك أي سبب لأي صناعة عربية أن تخاف من المنافسة، بل أن تشجعها حتى نتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية. وهذا هام جدا اليوم، مش بس طبعا القطاع الخاص هو اللي بيعيق مرات انفتاح الأسواق، فالقطاع الخاص في الأسواق المحلية يحفز القطاع العام بعدم فتح الأسواق لخوفه من السلع المنافسة. فلماذا الخوف من التنافس؟ فعلينا دائما أن نفكر بهذا المنطلق، وعلينا أن نتشارك مع القطاع العام في فتح أسواقنا. والسلعة إذا تكلفتها عالية وجودتها واطية مش معناته نحن لازم نجبر الشعب ونجبر المواطن على أن يشتري سلعة ما فيها جودة لأنه بده يشتري سلعة وطنية. لا، خليه ينافس صاحب السلعة الوطنية، وأنا أؤكد لك أنه أي شخص عنده سلعة منافسة قادر على أن ينتج هذه السلعة بطلب من المواطن والسوق المحلي. مفهوم. هلا في سؤال، اول سؤال اجانا من الجمهور من رزان، اللي هو انه كيف يعني كيف يستطيع القطاع الخاص ان ينقل شباب التحرير الملايين اللي كانت في 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 ميدان التحرير الى كونهم مواطنين منتجين؟ مهم جدا انه القطاع الخاص ان يفتح ابوابه للتوظيف، ان يفكر بتمكين هؤلاء الشباب من خلال اعطائهم مهارات داخل المؤسسات، مثلا انترنشيبس. الانترنشيبس مش موجوده في العالم العربي، نحن علينا ان نفتح ابوابنا لهؤلاء الشباب الذين يدرسون في الجامعات حتى يشتغلوا في اوقات فراغهم في هذه المؤسسات، حتى يتمكنوا عندما يتخرجوا من الجامعات لان يكونوا قادرين على العمل والدخول الى سوق العمل مباشره بعد خروجهم. فالخبره ان 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 نتمكن من فتح النتوركس تبعنا. نحن في القطاع الخاص عندنا شبكات هائلة من الأصدقاء ومن التواصل داخل الحكومات وخارج الحكومات، فعلينا أن نفتح هذه الشبكات لهؤلاء الشباب. علينا أن نتحدث على قضية المنتورشيب. أنا بدي أسميها تبني صديق. تبني صديق يعني صديق من الشباب يريد أن ينشئ مؤسسة صغيرة، يريد أن يكون ريادي أعمال، فعلي أنا فادي غندور وغيري وأحمد حميد
أن نضع خبرتنا وقدرتنا ومعرفتنا في خدمة هؤلاء الشباب حتى يتمكنوا من إنشاء هذه المؤسسات التي يريدون أن ينشؤوها ليكونوا منتجين في المجتمع. فعلينا أولا الإيمان بالشباب، شباب التحرير، وإذا آمنا بشباب التحرير أي آمنا بشبابنا وآمنا بأهم إذا بدك رأس مال وطني هو شباب الوطن، فعلينا أن نتبناهم، وإذا آمنا بهم وتبنيناهم فإذا هناك حلول كثيرة بالتشارك بين القطاع الخاص والشباب والقطاع العام لطرح جميع الحلول اللي بتحدث عنها. مثلا القطاع الخاص عليه، إذا أنت بدك تؤمن بالشباب إذا عليك أن تؤمن بأن تستثمر في المؤسسات الصغيرة. خلينا نتحدث على الفينشر كابيتال، على الانجل انفستمنتس، رأس المال المخاطر. فأنا أريد أن أستثمر بالفكرة ولا أريد أن أستثمر بالحجر. عندنا إيمان بالعالم العربي أنه نحن نستثمر بالحجارة، يعني منحب البنايات الكبيرة، منحب نشتري أشياء ملموسة. أنا برأيي أحد مشاكل الشباب أنه لم يجدوا من يؤمن بفكرهم. فنحن إذا أردنا أن نكون جزءا من الشباب فكريا وليس عمرا، فعلينا الإيمان بهم وأن نشاركهم وأن نعلمهم أنهم جزء من هذا المجتمع وجزء الأهم من المجتمع المنتج. فادي، كمستثمر، يعني دورك كمستثمر شخصيا، شو ممكن تحكي عن أي مجالات أعمال ضمن البيئة العربية الجديدة اللي هي احنا نتمنى انها تتسم بمزيد من الحرية، بمزيد من انفتاح الأسواق على بعضها، بمزيد من التعاون العربي. هذه البيئة العربية الجديدة، لو بدك تأسس انت شركة او تستثمر بشركة، ايش القطاعات اللي ممكن تنمو بعد التغيير هذا اللي صار؟ يعني هناك قطاعات عديدة، يعني انا بظن العالم العربي قطاع السياحة فيه هام جدا، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، دبي، حتى المملكة العربية السعودية فيها مجالات سياحية هائلة. هناك قطاع الإنترنت وقطاع التكنولوجيا هام جدا. أنا يمكن كل يوم بيجيني خطة عمل لشاب أو شابة تريد إنشاء مؤسسة في التكنولوجيا وفي قطاع الإنترنت، وأنت عارف هاي القضية خاصة في منطقتنا في الشرق العربي إذا أردنا أن نسميه ذلك. هناك قطاعات الخدمات هام جدا، جميع أنواع الخدمات. العالم العربي فيه طاقات شبابية هائلة، وحتى مع أنه نحن بنتدمر من التعليم والمناهج التعليمية عندنا، لكن عندنا شباب عندهم قدرات وعندهم معرفة هائلة يقوموا بإنشاء مؤسسات خدماتية، منها الكونسلتنسي والخدمات المالية. يعني إذا بتطلع على المؤسسات المالية العربية معظمها من 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 الشباب العرب. فهناك مجالات واسعة وعديدة، وأنا من الناس اللي بظنوا أنه أسواقنا فيها 350-400 مليون شخص بحاجة إلى سلع وخدمات، وإذا لم نتمكن من إنشاء هذه السلع والخدمات في بلادنا فلا أدري كيف يمكن لأوطاننا أن تكون منافسة على الأسواق العالمية يعني اليوم. فهي قضية مهمة جدا. في كتير مبادرات على فكرة أنا بحب يعني من الشباب وأخواننا في القطاع الخاص. ماهر قدورة طبعا شفتوه الأسبوع الماضي، ماهر عنده مبادرة ميدان لتمكين الشباب في هلأ. بحب أذكر أخواني وأصدقائي في إنجاز، موجودين اليوم 64 شخص من 14 دولة عربية في البحر الميت، اليوم يجتمعون ليتحدثوا في قضية تعليم الريادة داخل المدارس في العالم العربي. فمبادرة هامة جدا، هي في أساسها القطاع الأهلي، سوريا السلطي طبعا وأصدقائها، بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنتاج سلعة بسيطة هي المعرفة، نقل المعرفة من القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص إلى أولادنا وأصدقائنا وأطفالنا في المدارس. في سؤال سياسي شوي،
احنا بنحب بنعرف انه رجال الاعمال او اصحاب الاعمال عندهم مرات نوع من الوجل خاصة بالمنطقة العربية من موضوع الموقف السياسي. في سؤال من عمار إبراهيم بيقول انه جوجل كانت على يعني اخذت جانب المتظاهرين والمحتجين في ميدان التحرير، هل يجب ان يكون للشركات موقف سياسي؟ انا بظن للشركات يجب للشركات ان يكون موقف تنموي اجتماعي بصب في السياسي، يمكن في الاخر يجب ان لا نخاف من قضية الاصلاح. القطاع الخاص متهم انه هو ضد الاصلاح السياسي، لا، في أجواء ديمقراطية الأسواق تزدهر، المستثمر محمي أكثر في جو ديمقراطي، لأن الديمقراطية هي مؤسسية ولا تعتمد على الأشخاص، فإذا المستثمر يحميه القانون والقانون يحميه البرلمان والبرلمان من صلب الشعب. فأنا لا أدري لماذا هناك، أنا بظن هناك بدعة أن القطاع الخاص، يمكن بعضا من القطاع الخاص يخاف من التغيير ويخاف من الإصلاح، لكن إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي يسيرون جنبا إلى جنب لحماية المستثمر. وأنا على فكرة مهم جدا كمان أرجع للنقطة اللي تحدثت فيها أولا، أنا برأيي القطاع الخاص يجب أن يبقى في القطاع الخاص ويجب أن يكون منتج داخل القطاع الخاص، ولا يظن أي شخص أو رجل أعمال أن نجاحه في القطاع الخاص بالضرورة هو نجاح في القطاع العام، وأن يبقى في القطاع الخاص لأنه معروف أنه قدراته في القطاع الخاص. أنا مثلا شخصيا لا أظن أني أنا قادر على أن أكون في القطاع العام، ولا أريد أن أكون في القطاع العام، لكن أريد أن القطاع العام أن يستشيرني، لأن يشاركني في قراراته، لأن مستقبل الوطن والمجتمع مرتبط بثلاثية التنمية في العالم العربي، هي القطاع الأهلي والقطاع العام والقطاع الخاص. نحن كلنا شركاء وعلينا أن نعترف في هذه الشراكة، وعلينا أن نضع جميع قدراتنا لتمكين المجتمع. فالقضية يعني مش مهم أنه القطاع الخاص أن يؤسس حزب، بس مهم أن القطاع الخاص أن يكون له رأي واضح، وأن لا يخاف من وضوح هذا الرأي، وأن لا يخاف من التغيير، وأن يكون جزءا منه بس بمكانه. يعني أنا مش ضروري أعطي رأي سياسي وأكون سياسي، أنا بدي أعطي رأي سياسي ودي أبقى في القطاع الخاص، فما العيب في ذلك؟ تمام. طب خلينا نحكي عن 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 القيادة في هاي الفترة الجديدة. يعني واضح إنه الاحتجاجات اللي شفناها كانت احتجاج على قيادات وعلى أسلوب قيادة. ما رأيك في موضوع القيادة داخل الشركات؟ هل يمكن أن يستفيد يعني المدراء مما حدث، وأن يعني طبعا يعني نوع من الديمقراطية داخل شركاتهم مثلا؟ يعني شو رأيك بموضوع الطريقة الإدارية؟ بعض الشركات العربية بجوز قد تبقى يعني، حتى سؤال لك شخصيا فادي، يعني حتى أنا سألت السؤال لنفسي كمان، أنه أنا ما بدي يعني أصير يعني قائد أبدي لشركتي. ما رأيك بهذا الموضوع؟ في سؤال برضو من الجمهور، شو نوعية القيادة التي نحتاجها اليوم؟ ولا أنا أريد أن أكون قائد أبدي لهذه المؤسسة. هذا سؤال هام جدا أحمد. إذا منظن نحن في القطاع الخاص أنه الاحتجاجات في ميادين التحرير هي احتجاجات على حكومات، فنحن مخطئين. الاحتجاجات في ميدان التحرير هي احتجاج على الأبوية والهرمية وعدم إشراك أولادنا في قرارات تتعلق بمستقبلهم. هاي القضية المهمة. يعني أي مؤسسة في القطاع الخاص تعمل بفكر هرمي ما فيه الليونة ولا يشرك الشباب فيه، فأنا أؤكد لكم أن هؤلاء الشباب المبدعين يتركون هذه الشركات ويذهبون إلى شركات قادرة على أن تستوعب طموحاتهم. فالشخص المتعلم الطموح المبدع المنتج الشاب في العالم العربي هو شخص يريد أن يعمل في مؤسسات تشجع الإبداع، تسمع لرأيهم،
تشركهم في القرارات ويحسون أن القيادة في هذه المؤسسات واعية، تشركهم مش بس بالفكر، على فكرة علينا أن نشركهم في الربح وفي المردود، فهؤلاء الأشخاص هم بناة الشركات وليس شخص مثلي أنا قاعد على رأس الهرم ببرج عاجي وأنظر على آلاف أو مئات الأشخاص الذين يعملون معي. المعرفة لا ليست موجودة بشخص واحد، وأي شخص يظن أن المعرفة تبدأ وتنتهي عنده فهو يبني شركة في بدايتها نقص وفي نهايتها فشل. فالكالتشر تبع المؤسسات، أو نسميه باللغة العربية هي ثقافة المؤسسة، يجب أن تكون ثقافة ديمقراطية. لا نعني أنه الموظفين ينتخبون رئيسهم، لكن يعني أن المدير أو الرئيس أو القائد داخل الشركة يشرك الشباب وغير الشباب، كل شخص يعمل داخل المؤسسة يشترك ويحس أنه القرار يملكه هو شخصيا. فعندما الموظف أو الشاب والشابة داخل المؤسسة يحسوا أنه القرار اللي بيطلع داخل المؤسسة هم جزء منه، فهم يملكون هذا القرار، فهم يدافعون عنه، فهم يصبحون منتجين ويكون عندهم شعور أنه هاي المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها هي مؤسستهم. فإذا نحن ما بيكون في شعور أو ثقافة داخل الشركة تشرك الجميع، فأنا برأيي هذه المؤسسات في طريقها إلى الزوال، خاصة في الاقتصاد المعرفي، في الاقتصاد المترابط عالميا في شبكة الانترنت. فإذا الشاب والشابة يمكن أن يعمل من بيته اليوم، يمكن أن يصبح رائد أعمال، يمكن أن يترك هذه المؤسسة لأنه المعرفة موجودة عنده بكليك، تعمل كليك تعرف شو عم بيصير بالعالم، فأنت مش معزول اليوم. فيا رواد الأعمال ورؤساء الشركات والمدراء العباقرة والعظماء، افتحوا مؤسساتكم وشاركوا موظفيكم في، لأنه أنت بصير عندك معرفة أكثر، لأنه الموظف اللي قاعد على الفرونت لاينز على الخطوط الأمامية من صراع التنافس في الأسواق العربية عنده معرفة قدي أنا مؤسس الشركة مليون مرة معرفة أكثر من، لأنه هو الذي يلمس الزبون وهو الذي يلمس السوق، فهو معرفته أكثر، فاسمع منه لأنه أنت تتعلم منه وتشاركه في حكمتك وفي اتصاله في 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 السوق. فالحكمة مع الاتصال في السوق تنتج مؤسسة مبدعة قادرة على التنافس في عالم ليس فيه جغرافيا. احنا دائما بنشتكي انه العالم العربي لا يصدر الاشياء. هلا العالم العربي اصبح يصدر، هاي بدعه، انا ما بظن العالم العربي بيصدر يعني، بس انه بيصدر كفايه لا، بس بنصدر. ماشي، انا مقدم الى سؤال مختلف شوي. هلا العالم العربي اصبح يصدر فكر ثوره حتى، يعني مثلا راينا بالصين تاثر بما حدث بمصر، فنرى بعض الاحتجاجات هناك وويسكونسن حتى استوردوا ميدان التحرير. هذا الانترنت والتشبيك يعني الاجتماعي. ولكن السؤال، في مناطق اخرى في العالم كانت سباقه في موضوع الديمقراطيه بعد عهود من الدكتاتوريه والقمع، مثلا ناخذ امريكا الجنوبيه والبرازيل تحديدا، ممكن نحكي برضه عن 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 مناطق في العالم مثل الهند التي تعتبر، يعني الهند اكبر ديمقراطيه في العالم. ماذا يمكن للعالم العربي ان يتعلم من البرازيل ومن الهند ومن حتى اوروبا الشرقيه في موضوع التحول، التحولات الاقتصاديه والرياده في مرحله الديمقراطيه؟ يعني تطرقنا لهذا الحديث قبل شوي احمد، القضيه العوده الى الديمقراطيه والتشاركيه والابتعاد عن الهرميه والابويه داخل مجتمعاتنا والحكومات الرعيه. نحن لا نطلب من الحكومات ألا تخدم الأقل حظا وأن لا تكون منحازة إلى الأقل حظا، لكن نقول أنه في مجتمع ديمقراطي مؤسساتي مؤسسي هناك حماية الكبرى. ففي البرازيل إذا بدك بالهند
الذي أثبت في هؤلاء الدول أنه القطاع الخاص يمكن أن يكون منتج في ديمقراطية، يكون منتج أكثر في 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 جو ديمقراطي، فعلينا أن نتعلم منهم يعني. ونحن بدنا نتعلم في العالم العربي النظر إلى الدول النامية والدول التي حققت الديمقراطية لنتعلم منها. فالديمقراطية لا نتعلمها فقط من الغرب، فإذا بنطلع على ماليزيا وإذا بنطلع على إندونيسيا، ما هم كمان دول إسلامية منتجة، كانت بالأمس دول نامية وأصبحت دول متقدمة اليوم. يعني أنا مش عارف ليش نحن دائما من نظرتنا نحو الغرب. فطبعا نتعلم من الغرب، وأنا لست ضد التعلم من الغرب، بل علينا النظر إلى مجتمعات شكلها يمكن مثل شكلنا ونتعلم منها يعني. فتركيا الجارة الكبيرة الصديقة التي تنظر إلى الشرق اليوم، فعلينا أن كما تركيا تنظر إلى الشرق فعلى الشرق أن ينظر لتركيا. فنحن في العالم العربي لنا أن نتعلم الكثير من التجربة التركية، فهي ديمقراطية فيها قطاع خاص منفتحة، والأحزاب تغير وتتغير من خلال الصوت، من خلال الانتخاب. فلا يوجد هناك معرفة واحدة، ولا يوجد هناك مرجع واحد، ولا يوجد هناك احتكار للفكر واحتكار للحلول. فالحلول موجودة عند الذي يطرحها، وإذا الشعب عجبوا هذا الطرح فإذا الديمقراطية على ألا كلما صار تغيير تغير في القوانين وفي المؤسساتية. الثبات المؤسسي هام جدا، والقطاع الخاص عليه أن يتبنى هذا الفكر ولا يخاف منه. أصلا ليس لنا خيار اليوم، يعني بعد ما كنا مفكرين أنه العالم العربي نايم أو في ثبات عميق، فاستفاق الشباب ويطالبون بحقوقهم ويطالبون بالعدالة الاجتماعية. وعلينا نحن في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الأهلي أن نستفيق، وأن يكون لنا الشجاعة في قبول أفكارهم وفي طرح حلول لهم. سؤال على موضوع الأموال الاستثمارية الموجودة في المنطقة. نحن نعرف أن هناك علاقة يعني غير صحية في كثير من الأحيان ما بين رؤوس الأموال والحكومات في المنطقة العربية، وبسبب غياب الديمقراطية، بسبب غياب الشفافية. بعضاً. أنا دائماً بقول بعضاً. ما بدي أعمم كثير لأنه صحيح. نعم هناك أخطاء، لكن مش كل القطاع الخاص في هذا الفكر صحيح. أو هذا الطرح، وتختلف من دولة إلى أخرى طبعا. كمان يعني ما 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 يجب فعله من قبل الصناديق الاستثمارية والمستثمرين لكي يعني تتمتع أعمالهم بمزيد من الشفافية، لأنه الاستمرار يعني في الموضوع الشفافية والتنافسية والانفتاح والبعد عن الاحتكار يجب أن يشجع من القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص الذي يطالب بعدم الشفافية يعني بضر التنافسية في الوطن، بضر المجتمع، بينتج سلع غير ما فيها جودة أقل. يعني جذريا علينا محاربة الاحتكار والمطالبة نحن بالقطاع الخاص قبل القطاع العام بالشفافية، لأنه نحن متهمين واللي بيسكت كمان هو جزء من القضية. فيعني إذا تعلمنا شغلة من تونس ومن مصر، أنه نحن الأخوان والأصدقاء في القطاع الخاص الذين كنا نتحدث دائما بالإصلاح، كنا خجولين بالحديث ونتحدث داخل صالونات مغلقة. لا، لأنه أنت متهم اليوم، فعليك إذا أردت أن لا تكون متهما فعليك أن تسمع صوتك، وعليك أن تقول وأن توضح موقفك، وعليك أن لا تخاف.
فقضية المال العام أو المال الخاص قضية هامة جدا. يعني إذا نحن نتحدث على التخصصية، فأنا من الناس اللي بيشجعوا التخصصية طبعا، مش بس من منطلق أنه القطاع الخاص هو الأقدر، فيمكن القطاع الخاص هو الأقدر لأنه عنده القدرة في الإدارة، لأنه القطاع الخاص يعمل على الحوافز، فالموظفين والإدارة اللي عندها حوافز تنتج إدارة منتجة أكثر وقادرة على التنافس أكبر، عندها قدرة على التنافس أكبر. المشكلة الأساسية في القطاع الخاص عندما يدير المؤسسات الاقتصادية، مشكلتها أنه في عندهم حدود لكيفية وضع حوافز للموظفين، فإذا الموظف يصبح بيروقراطي بفكره، وأي شخص بيروقراطي بفكره كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام فهو غير منتج. ف بعضا من قضايا القطاع الخاص تتعلق بالشفافية وبعض عقود التي ننفذها للقطاع العام، لكن الأهم من ذلك خلينا نزيحها على جانب، خلينا نفكر برأس المال المخاطر الذي يجب على القطاع الخاص الاستثمار فيه، اللي هو الاستثمار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستثمار في المايكروفاينانس، بنوكنا عليها أن تفتح أبوابها لإعطاء القروض ولدعم المؤسسات الصغيرة والكبرى، وعدم تعقيد حياتها وعدم طلب منها من أبوه وأمه وكل عيلته على أن يكفلوه لحتى يتمكن من 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 الاستدانة $5,000 أو $10,000، فإذا أنت تعقد حياتهم فتسكر أمامهم الفرص وتنتج شباب عنده يمكن بعضا من النقمة والانعزالية إذا بدك، وعدم الإيمان أنه المجتمع منفتح وهو جزء من هذا المجتمع، وأي شاب بحس أنه هو جزء ليس جزء من المجتمع أو من مستقبل المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا رأينا النتيجة في مصر. مفهوم. دائما عندما نتكلم عن ريادة الأعمال في المنطقة العربية، أو يعني ليس دائما، ولكن هناك تركيز على موضوع الاقتصاد المعرفي أو على شركات الإنترنت، يعني نعم. يعني وكأنه كل شاب اليوم يريد أن أو شابة تريد أن تبدأ عمل، يعني يبدو أن الكثير من الشباب العرب الأذكياء يتجهون نحو قطاع الإنترنت وقطاع الخدمات. سؤال، هل هذا القطاع يمكنه، يعني هذه القطاعات المعرفية هل يمكن أن تستوعب هاي الأعداد الهائلة من المواطنين العرب الذين يبحثون عن أعمال؟ 100%. أنا يعني طبعا سميح طقان وحسام خوري كانوا أول من أثبت أن هناك سوق وهناك اقتصاد معرفي في العالم العربي. فأنا بتذكر أول ما سميح وحسام بدأوا الشركة بالأوائل التسعينات، أنا عم بجيب مي، كانوا الناس يتساءلوا أنه يا أخي إنترنت وويب سايت ومين بده وكيف بدك تعمل فلوس، والعالم العربي ما في إي كوميرس والأسواق مسكرة وما في بايمنت سيستمز وكل الحديث اللي أنت بتسمعه اليوم وما زلنا نسمعه اليوم. لا، سميح وحسام أثبتوا أنه هناك سوق. وإذا نطلع اليوم على المؤسسات وشركات الإنترنت اللي انطلقت في العالم العربي، هي طبعا من قبل سميح وحسام، لكن سميح وحسام أعطونا نفس، أعطونا إيمان، قالوا لنا طبعا يمكن أن ننتج مؤسسات مش بس صغيرة، مؤسسات إلها قيمة عالية. فأنا بقول لك من لبنان، بمصر، بسوريا، حتى بدبي، هناك مؤسسات هائلة. فالمجتمع، شوف، الاقتصاد المعرفي لا مفر منه، فيا أما منا نكون فيه منتجين تمام. حتى بعض المؤسسات يمكن نجيب أنت أفكار وأوريدي شركات طلعت بسيليكون فالي وغيرها وعملنا كوبي ونسخناها، فأنا لا أرى أي مشكلة بنسخ وتقليد المؤسسات اللي والشركات اللي طلعت في أماكن أخرى من العالم، على أن
نطرحها في اسواقنا لطرح خدمات اللي بيحتاجها المجتمع اللي تمام يعني. ولكن ماذا عن مثلا قطاع الزراعه والصناعه؟ اوكي، وكانه لم نتكلم عنه ابدا يعني خلال الفتره الماضيه. الصناعه وحتى يعني انتاج السلع يعني انتاج السلع الملموسه يعني. وموضوع مثلا في مصر مثلا موضوع الزراعه يعني، يعني لو 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 طبقنا مفاهيم الرياده ومفاهيم الابداع يعني طبعا حتى نطلع على حتى على هو شوف احمد، ما انت بتعرف ادي او اكثر مني انه الزراعه اليوم هي في صلب الاقتصاد المعرفي. التكنولوجيا تؤثر في الزراعه وفي الانتاجيه اليوم، فعلينا اذا انا مش خبير زراعه ولا خبير صناعه، انا بفهم خدمات، قطاع خدمات، قطاع انترنت، لكن اقول لك اذا نحن قضيه زيادة المعرفة والكونكتيفيتي على القطاعات المختلفة وتغيير طريقة الإنتاج لتصبح طريقة إنتاج معرفية معلوماتية، فإذا إنتاجيتنا تكون أعلى في الزراعة وفي الصناعة وفي أي فهي إذا بدك تجيب، إذا بدنا نتحدث على استحداث والتعلم من المؤسسات العالمية في هذه القطاعات لطرح الحلول محليا. تمام. اوكي، في سؤال عن موضوع خصوصية المنطقة العربية من نعم. من المسعودي احد الشباب على بقول لك، هل توافق ان رأس المال المخاطر العربي يخطئ عندما يطلب نفس الطلبات التي تطلب في الدول الغربية؟ لا يعني عماد، انت صديق عزيز وانا بعرف اللي مريت فيه انت في استثمارات في فكرتك، لكن بحب اقول لك شغلي، نحن معايير الاستثمار يجب ان تكون معايير عالميه، فنحن لا نريد ان نتحدث عن خصوصيه ونتحدث عن مخاطره في بعض الاحيان غير مبرره. فانت مثل ما بدك تنافس في الاسواق العالميه، عليك ان تتوقع بان المستثمر العربي طبعا عليه الاستثمار. اهم شيء قبل ما نتكلم انه في خصوصيه في العالم العربي، خلينا نشجع القطاع الخاص للاستثمار في الافكار زي الافكار اللي انت طلعت فيها بعقار ماب. فبعد صراع طويل على فكره انت عماد وجدت المستثمر، فالمستثمر صعب وعليك ان تقنعه، ولا يمكن للمستثمر ان يستثمر حزنا عليك. لا، انا ما بدي استثمر حزنا عليك، بدي استثمر بالقطاع وبالريادي لانه هو قادر ولانه هو مبدع ولانه عنده فكره مبدعه. اما اي واحد يستثمر حزنا او شفقه، فاذا هذا الاستثمار ما له استمراريه، فهذا الاستثمار ينتهي بسرعه. فنحن نريد القطاع الخاص ان يستثمر وان يربح. والاستثمار المخاطر هو بطبيعته مخاطر، يعني في بعضا من الاستثمارات ستفشل وبعضا منها ستنجح. فهذا فكر مش بس في الغرب، هذا فكر عالمي يعني. سؤال عن تمكين المرأة في موضوع الريادة، ما هي الخطوات العملية لتمكين المرأة في المواقع الإدارية في الشركات والى اخره في ضمن العهد الجديد؟ يعني تكلمنا في الحرية، تكلمنا في يعني الشباب. المرأة هي نصف المجتمع، وانا برأيي المرأة عندها قدرات إنتاجية بكثير من الأحيان اكثر من شبابنا، لانه شبابنا تعودوا انه يمكن عندهم بعضا من، معلش اسمحوا لي انا زيكم، عندنا يمكن دلعنا لانه الشاب العربي يظن انه له حق اكثر. لا، ملناش حق أكتر، نحن أمهاتنا ربونا، فالذي يحترم أمه يحترم أخته ويحترم زميلته ويحترم زملائه في العمل على قدراتهم وليس على إذا كانوا رجال أو نساء. فيمكن في الأردن 50% من الخريجين من جامعاتنا هم من الشابات، ولكن للأسف أقل من 20% من العاملين في الأردن هم من الآنسات والسيدات. فعلينا، فنحن محرومون من 30% من القوى العاملة في وطننا العربي. فلا يمكن لأي اقتصاد
مثل ما قلنا على الجوجل تيست بدنا نقول التيست تبع المشاركة النسائية في قطاع الإنتاجية في القطاع الإنتاجي الاقتصادي هو تيست لتنافسية أي اقتصاد. فإذا لم يكن هناك مساواة كاملة من يعني بالعكس هم عندهم قدرات أكثر. أنا بقول لكم المنتجين أكثر منتجين داخل أرامكس يمكن يكونوا من 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 السيدات والآنسات. لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر خارج حرية المرأة. في سؤال عن الاستثمار في الفترة القادمة، هل أنت ميال يعني أنك تعطي نصيحة في موضوع الاستثمار في أفكار ذات طابع محلي أو ذات سوق محلي أو مثلا إقليمي؟ السوق المحلي ما بتكفي. أوكي، السوق الإقليمي بمقابل السوق العالمي. تمام. ما رأيك؟ أي سلعة يجب عليها أن تكون سلعة عالمية، لأنه لما تتحدث على سوق إقليمي فأنت تنافس سلع عالمية داخلة على هذه الأسواق الإقليمية. فحتى السلع المحلية اليوم نحن نتكلم على حجم السوق وليس على نوعية السلعة. فأي سلعة عليها أن تكون أن يكون لها شيئان أو ميزتان هامتان. أولا سعرها وجودتها. إذا كان هناك شخص يريد أن يشتري هذه السلعة على بهذا السعر وبهذه النوعية أو الجودة فإذا هناك سوق، وإذا لم يكن فإذا هناك ليس هناك سوق. ففي أسواق منفتحة، والأسواق كلها منفتحة اليوم لأنه الإنترنت فتح كل الأسواق، حتى لأنك تقدر تشتري اليوم تعمل إي كوميرس، تشتري فيرتشولي، بتقدر تشتري من جوجل بسياتل، وبتقدر تشتري كتاب من المكتبة تحت في عند الجيران. يعني فالعالم يعني لا يمكن في عصر الانفتاح المعرفي اليوم أن لا نكون منافسين محليا وإقليميا وعالميا بنفس الوقت. التنافسية متساوية، فأنت حسب طموحك، هل تريد أن تكون فقط تبيع سلعتك داخل سوقك المحلي أو تريد أن تتوسع عالميا؟ فإذا من هذا المنطلق أنت بتقرر استراتيجية شركتك. في سؤال مهم، هل تعتقد أنه خلال الفترة الحالية، هذا موضوع الاستثمار كمان؟ نعم. مرة يعني لا شك أنه نعترف أنه في اهتزاز للسوق العربي هلأ بسبب التغيرات، أوكي؟ طبعا. يعني عدم استقرار إلى آخره على المدى المتوسط. سؤال، ما هي العوائق التي يمكن أن تواجه الشباب العربي في الاستثمار خصوصا في هذه الفترة، وما هي طرق مواجهة ذلك؟ يعني على الشورت تيرم ممكن مثلا شوف حدا عم يدور على انفستمنت انه هذا ما يلاقي خلال الأشهر القادمة. أنا عندي رسالة واضحة للمستثمرين، أي مستثمر يهمل السوق العربية فهو الخاسر الأكبر. فالاستثمار في أوقات غير واضحة وضبابية هو أهم استثمار أنا برأيي. معلش، الاستثمار المخاطر لما يهرب المستثمر الغربي، فإذا على المستثمر العربي أن يدخل سوقه، لأنه نحن نفهم المخاطرة في أسواقنا كثير أكثر من ما يفهمها الرأس المال الجبان إذا بدنا نسميه، اللي هو يمكن يكون رأس مال غربي. فالمستثمر العربي إذا كان يريد، وأنا بشوف كثير من الشباب والأصدقاء على تويتر وبيشجعوا يلا تحرير وما تحرير، تفضل استثمر، مش بس تشجع الشباب على تويتر بالتحرير، تفضل استثمر بأسواقه. فنحن الذين نؤمن في مستقبل العالم العربي يمكن أن لا يكون لنا مردود مالي خلال السنة أو السنتين القادمتين، لكن الذي يؤمن بمجتمعه فهو يؤمن باستدامته. فنحن لا نستثمر ما بنضرب وبنهرب. يعني الاستثمار مش بس لحتى نربح بضعة من الريالات أو الدنانير اليوم، الاستثمار هو استثمار طويل الأمد بشبابنا بمجتمعنا، والمردود طويل الأمد وليس الضرب والهرب أو القرار والفرار. في سؤال أنا بدي أجاوبه. في أحد الشباب بيسأل إنه الحكومات أين ستبحث عن وزراء جيدين؟ أوكي. مش بالقطاع الخاص. ريحونا، خلي القطاع الخاص بالقطاع الخاص. هو الجواب أصلا هيك، في جو ديمقراطي يعني الشعب هو يفرز القيادات، أوكي. ولا يتم البحث عنهم بطريقة انتقائية أو شلالية. فهذا واحد من التغييرات في التفكير. يعني شوف،
انا برايي بدعه انه القطاع الخاص هو اللي عنده القدرات. يعني اوكي عنده قدرات طبعا، وانا واحد من القطاع الخاص واكثر اكبر المشجعين والداعمين للقطاع الخاص والفكر الاداري داخل القطاع الخاص، لكن لا ما فيش عندنا احتكار على المعرفه وعلى القدرات الاداريه، معلش يعني. وليس والحديث على اشراك القطاع الخاص باشراكهم بالحكومات فاشل، انا برايي القطاع الخاص على ان يكون قطاع خاص وان يشارك بقدراته كقطاع خاص بالقرارات التي يتخذها القطاع العام، وليس ان ياخذوا خيره شبابنا في القطاع الخاص ويضعوهم في القطاع العام وهم ليس عندهم قدره على ان يديروا في القطاع العام. معلش يعني خلينا نعترف، مش كل واحد نجح في القطاع الخاص لانه عنده قدرات. القطاع العام طريقه ادارته غير عن القطاع الخاص. القطاع العام كونسنسس مانجمنت، بالقطاع الخاص نحن بناخذ قرارات وبنمشي وبنغلط وبنمشي، بالقطاع العام ما بتقدر. ما بتقدر يكون قراراتك سريعه، لازم ان تشارك كثير من الناس. بالقطاع الخاص لانه في تنافسيه عليك ان تاخذ القرار وتفشل سريعا. في القطاع العام لا يمكن لك ان تاخذ قرار سريع وتفشل سريعا، لانه الفشل معناه يمكن عواقبه كثير اكثر من عواقب القرارات داخل القطاع الخاص. انا اتوقع يعني وصلنا لنهايه الويبينار، مزبوط؟ اوكي. طيب نشكركم وإن شاء الله بتكونوا معنا بالمرات القادمة. كمان نشكر فادي غندور على المساهمات، وشكرا لكل الناس اللي سألوا أسئلة، ونعتذر للناس اللي ما لحقناش نجاوبهم على أسئلتهم. إن شاء الله بالمرات القادمة تكون في فرصة كمان للتواصل بيناتنا، وشكرا. شكرا.